الذي يخفق ولا ينجح في أمر أو يتعثر، كل ما يريده منك يد تمد وتنهض به أو تساعده على النهوض، هكذا الحياة. أما أننا إذا وجدنا أحدا قد سقط حثينا عليه التراب ثم بعد ذلك نلنا منه سخرية ولمزا، لا 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 لا، الحياة لا تدار بهذه الطريقة. لا نريد أن نكون نحن والزمان على من حولنا. تذكر أن الفشل في البدايات عند العظماء وعند المخترعون وعند المكتشفون كان سبيلهم إلى النجاح.